لو قيل هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأمة سيقتل بعضها بعضا وحذرهم؟ فقل نعم. في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والواقع يشهد بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.